من جهتها نظمت كتلة الوحدة الدستورية كودا حلقة نقاشية بعنوان تنويع مصادر الدخل ضرورة. باحث المتحدثون فيها حلولا لتنويع مصادر الدخل في البلاد في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط. واحدة من الأمور اللي الآن والاختلالات التي حدثت والآن نعاني منها هي الاختلالات الاقتصادية بسبب اعتمادنا الكلي لفترة من الزمن على النفط، وبالتالي لم نستفيد من النفط الاستفادة الكافية، إنما صرفنا عليها يعني كأننا نصرف على الاستهلاك والرفاهية الزايدة، ولم نخطط لمثل هذا الوقت اللي أسعار النفط نزلت إلى مستوى من الصعب التعايش وياها. تنويع مصادر الدخل في دولة الكويت خصوصا مع يعني انخفاض أسعار النفط الحالية، وطبعا لا شك أن في هناك دراسات كثيرة في هذا المجال، سوف نتطرق إلى هذه الدراسات من خلال تقديم الحلول أو بعض الآراء والمقترحات اللي قد تفيد أو تصب في إن شاء الله تنويع هذه المصادر والمحافظة على اقتصاد دولة الكويت.